بالحقيقة محافظة بغداد العاصمة تصدرت حجم الانتهاكات المسجلة بوصفها عاصمة وتكمن فيها مواقع حكومية ووزارات أيضاً باعتبارها العاصمة السياسية للعراق، وهناك حركة كبيرة للصحفيين في بغداد طوال اليوم، وهذا واحد من الأسباب الذي يجعل من بغداد تتصدر، إضافة إلى حجم الصحفيين المتواجد في بغداد سواء كانوا يعني صحفيين محليين أو قادمين من المحافظات الأخرى أو أجانب أو عرب. من بعدها تأتي محافظة كركوك. محافظة كركوك أيضا تشهد صراع سياسي معين وظرف أمني استثنائي هناك على محيط يعني على محيط المحافظة، تقع قرى تتعرض باستمرار إلى يعني قصف وتعرضات لتنظيم داعش الإرهابي، وهذا طبعا يخلق نوع من التوتر لدى القوات الأمنية ما يضاعف العدد في هذه المحافظة. من بعدها احنا سجلنا إقليم كردستان كواحد يعني بوصف إقليم يحتوي على ثلاثة محافظات بوصف يعني لديه حكم أو لديه أسلوب لإدارة هذا الحكم مختلف عن المحافظات الأخرى، ولديهم أيضا وزارات بحكم النظام الإداري اللامركزي في العراق. وفي هذه في هذا الإقليم طبعا شهد كان هناك هدوء نسبي، ويعني لم تكن هناك انتهاكات قاسية على الصحفيين باستثناء التهم التي وجهت إلى مجموعة من الصحفيين اللي هم أربع صحفيين، وجهت لهم تهم بالإرهاب والتجسس على الدولة وحوكموا بالسجن لمدة مختلفة. بعد التظاهرات التي شهدتها الحراك الطلابي في السليمانية وأربيل ودهوك ارتفعت وتيرة الانتهاكات والتعرض للصحفيين بشكل ملفت.